خطاب المرأة لا تكتبه إلا المرأة، وحقيقتها لا ينطق بها سواها، وإرادتها لا يعبر عنها غيرها. مساءنا يتجدد عليكم، متمنين أنكم تكونون بألف خير وسلامة. بطلتنا اليوم هي حالة استثنائية، بطلة على جميع الأصعدة، قدرت تجمع ما بين الجمال والقوة والشجاعة، وتفكيرها سبق سنها، وكانت الطفلة المدللة عند أبوها. حبت أن تلبي رغبتها وكملت دراستها بطب الأسنان، ولكن هي عندها أمور كثيرة غير تخصصها تبرع بيها. خلونا مشاهدينا سويا نتعرف على ضيفتنا شهد حامد الجواري، ونرجع نسولف عنها. أنا شهد حامد الجواري، مواليد 1993 بغداد. والدي الله يرحمه كان يلقب بشيخ الطباعين، من الشخصيات المؤثرة جدا في قطاع المطابع. خرجت من كلية طب الأسنان جامعة الإسراء سنة 2018، حاصلة على الحزام الدولي 1-2، لاعبة المنتخب الوطني بالتايكواندو، وبطلة الجمهورية، وبطلة جامعات العراق. إضافة لهذا أنا ملازم في الجيش العراقي في الطبابة العسكرية. دخلت طب الأسنان تحقيقاً لرغبة والدي الله يرحمه، لأنه ممكن الطفلة كان يتمنى أدخل المجموعة الطبية. أكيد كان طموحي ورغباتي غير، لكن تحقيقاً لرغبته حققت اللي يريده، والحمد لله والشكر اتفوقت بهذا المجال وحبيته بعد ما دخلت فيه. أما تايكواندو، فمن عمري 5 سنوات أنا ألعب تايكواندو إلى حد هذا وقت، يعني ما تركت نهائي. ممكن أترك فترات حسب ظروف دراسة، ظروف صحية، لكن فترة معينة وأرجع لها، لأنه التايكوندو جزء ما يتجزأ من شخصيتي وحياتي. صالحه من تم ويانا بال4 سنوات، متواصله ويانا من كنا في المركز الوطني لرعايه الموهبه الرياضيه التايكوندو، وحاليا هي لاعبه عندنا في المركز بغداد الرياضي، بطله من الطراز الاول، مثابره مجتهده، عصاميه، دائما تحاول انه تكون ناجحه، ما تبحث عن الشهره بقدر ما تبحث عن النجاح حقيقه. فدائما تجدها اول حاضرين، اول متدربين، وحقيقه اليوم الحصه صادفت انه اول حصه بعد الفتره الزمنيه اللي طرت على البلد بسبب جائحه كورونا، والحمد لله والشكر نتمنى من الله سبحانه وتعالى انه تعدي بخير وسلامه ونعاود حياتنا الطبيعيه وترجع لنا شهد كما كانت سابقا. ألف الحمد لله والشكر. شعور نعمة العطاء ما يقدر بثمن، فرحة تقديم المساعدة للغير بأبسط تفاصيلها ولو بكلمة ما تقدر بثمن. ألف الحمد لله والشكر رب العالمين أعطاني الفرصة أنه ممكن أساعد وأخدم الناس ولو بشي بسيط على أثر العمل التطوعي، عمل فريقي بالنسبة لدعم مرضى السرطان، بالنسبة للورش اللي أديناها لتوعية النساء حول أهمية إجراء الفحص الدوري للكشف المبكر عن سرطان الثدي، هذا بالنسبة لفريق العمل. على أثرها التحقت برنامج الجيش الأبيض أنا والزميل علي الخالدي. مبدأ البرنامج كان ياخذ لاينين يشتغل على التوعية حول الكورونا،
لأنه الوقت اللي ظهر به برنامجنا كانت الناس لسه ما مستوعبة وجود الكورونا بالعراق. الناس ممكن واصلين مرحلة يقولوا ماكو كورونا، فإحنا كان دورنا نوصل رسالة إعلامية حقيقية من قلب أماكن الحجر. يعني شوفنا للناس المرضى من داخل غرفهم، شوفنا حقيقة وجود الكورونا بالعراق. أما الصعيد الثاني اللي اشتغلنا عليه هو تسليط الضوء على الكوادر الطبية والجهود الإنسانية الحثيثة اللي بذلوها كثير من الناس، الأبطال اللي سلطنا عليهم الأضواء اللي وقفوا وساندوا بعض بأزمة الكورونا. هذه كانت الفكرة الأساسية من الجيش الأبيض. الجيش الأبيض كانت تجربة إنسانية عظيمة، يعني أعتبرها التجربة الإعلامية الأولى إلي على صعيد التوعية الطبية. طبعاً أنا من الناس اللي عندي شغف بالتوعية الطبية، أحس مسؤولية على عاتق كل طبيب أن يوصل رسالة التوعية بكل تفاصيلها بأبسط الطرق لجميع الناس. من دخلت الغرفة الحجر وشفت طفلة عمرها شهرين مصابة، هذه كانت من أكثر اللحظات اللي أذتني نفسياً، يعني حتى بلحظتها لا شعورياً لزمت الطفلة وشلتها. يعني كانت نقطة جدل كثير من الناس إنه شلون شلتيها وهي مصابة كورونا. بعد إصابتي حتى الناس قالوا مصابت لأنه شالت الطفلة، لكن أنا كنت متوقية ولابسة العدة كاملة، لكن طفلة بعمر شهرين مصابة، يعني كان شعور شيء جدا مؤذي. هذه أكثر لحظة يعني أثرت بي من خلال الجيش الأبيض. الموقف الثاني اللي لمسني، واحد من أبطال الجيش الأبيض اللي كان متشافي لكن رفض أن يترك أمه داخل غرفة الحجر. هذه كانت رسالة إنسانية عظيمة لكل شخص ممكن يكون عنده قصور ولو شيء صغير بحق أهله. إذا كلنا تذكرنا شهد هذه الإنسانة اللي كانت من أول أزمة كورونا متواجدة على كل وسائل التواصل الاجتماعي، والكل كان يتحدث عن شجاعتها وعنها. شهد عمرها 27 سنة، وواضح إنها كسبت شخصيتها من والدها، ومبين إنه أثر بيها جداً. لعبتها المفضلة التايكواندو، وهي لاعبة في المنتخب الوطني. هاللعبة عزت قوتها وخلت الجرأة ميزة بشخصية شهد، بالإضافة إلى أنها بطلة الجمهورية وحاصلة على ألقاب عديدة وميداليات عديدة أيضاً. اليوم هي ملازمة في الطبابة العسكرية. شهد أدى أعمال كثيرة تطوعية، ومن بينها حملات توعوية للنساء للكشف عن مرض أو عن سرطان الثدي المبكر. ومؤخراً شفناها ضمن فريق برنامج الجيش الأبيض، وكانت تحاول من خلال هذا البرنامج أن توعي الناس من خطورة فيروس كورونا، ولكن قدر الفيروس أن يصيبها. واليوم ولله الحمد تعافت منه ورجعت لأسرتها. عمل شهد في طبابة الجيش مهم جداً كان أن نواكب منه ولو شيء بسيط فترة إصابتها بفيروس كورونا، وكان أيضاً مهم أن نعرف شلون عاشوا الأهل هذه المرحلة. وكل هذه التفاصيل راح نعرفها بهذا الجزء، خلينا نتابع. واحدة من التساؤلات اللي تنطرح على كثير من ضباط العنصر النسبي انه لقيتوا صعوبة بالتعامل بهذا الوسط. انا احكي عن نفسي، صار لي سنتين بالمستشفى العسكري، يعني الف الحمد لله والشكر نهائيا ما كانت اكو صعوبة. الزملاء بالعمل اللي حوالي يتعاملون ويانا بكل احترام بكل مهنية، يعني ما كان العمل جدا سلس، والحمد لله والشكر يعني ما ندمان على دخولي بهذا المجال. أكيد لو يرجع بي الوقت أرجع أعيده. أعيش بالبيت ويا والدتي وخواتي وأخويا. والدتي هي كانت العمود اللي أستند عليه بكل خطوة بحياتي، يعني كل اللي وصلت له وكل اللي قوة اللي أني بيها أكيد مستمدتها من والدتي. أتمنى من كل أم تكون السند، تكون العمود اللي تستند إلى بنتها إذا كانت فاقدة والدها.
ابد لا تكسريها وابد لا تخذليها، وما اقول لك خافين عليها، خافي عليها وربيها صح ودفعيها، دائما خليك بظهرها، راح تشوفين منها قوه، راح تشوفين منها انجاز، شيء عظيم راح تفتخرين به. أنا شهودة بالنسبة لي، يعني أخذت مكان أبوها الله يرحمه، من 2007 توفى أبوها، فصارت سندي بالدنيا وبهالبيت ومعينة إلي، كلش معينة إلي، راعت خواتها الثلاثة نور وشذا وشمس، صارت لهم الصديقة والأخت الكبيرة، وحسستهم ما يعني أبوه ما متوفي بأنهن هي الأب هي الأخ هي الصديقة كل شيء بحياتهم، احتياجاتهم هي يعني تسويها شهد. أنا بالنسبة إلي شهد، أنا إحنا نقول بالعامية العين اللي أشوف بيها، صح أنا أخاف عليها، أخاف عليها من كل شيء، بس دعائي إلها الله ينجيها من كل المغطيات إحنا نقولها، وإن شاء الله تبقى بحفظ الله، وأتمنى كل أم يعني تساند بنتها بكل مجالاتها، مجال العمل، مجال الشغلات الإنسانية، تراعيها، تربيها صح ولا تخافين عليها. علميها على الصح ولا تخافين عليها، والحمد لله أنا بناتي ربيتهم صح وما أخاف عليهم، والف الحمد لله. خواتي هم ثلاثة، واحدة من الزوجة واثنين موجودين معي بالبيت، طبعاً خواتي بناتي مو خواتي، يعني الف الحمد لله والشكر، علاقتنا جداً قوية من وفاة والدي الله يرحمه لليوم، أنا تقريباً الأب الأخ، يعني فعلاقتي بيهم جداً يعني اكو ترابط غريب كلش بيناتنا، الف الحمد لله والشكر. اسمي شذا حامد، طالبة مدرسة، اخت الدكتورة شهد. شهودة اختي الكبيرة، علاقتي بها يعني مو بس خوات، يعني مرات احس انه من احكي هذا احكي نفسي، مرات احسها تتفهمني اكثر من نفسي، فهذا الشيء كلش كان اكثر شيء احبه بعلاقتنا يعني كخوات. صحيح هي مرات أختي اللي وراها نور تكون مقربة مني مرات أكثر، بس بعد يعني ما طلعت من البيت وتزوجت شهودة صارت أقرب إلي. لحظة سمعت خبر أختي شهودة مصابة بفيروس كورونا، طبعا ما كانت لحظة سهلة، أنا بالبداية ما صدقت، بس إحنا هذا الشيء كنا متوقعين من البداية بسبب البرنامج اللي قدمته ويا الناس المصابين، بس بلحظتها ما كنت متوقعة أنه ممكن تصاب فعلا بي. إضافة إلى هذا بوقتها يعني من دا أحكيها صوتها يعني تغير، قحتها، تمرضت، فهذا الشيء شوي يعني أثر علينا كلنا، بس بنفس الوقت بالبيت إحنا لازم يعني ماما لازم أكون وياها وأخويا، بقينا بس إحنا، فماما هواي انقهرت على شهودة وتأثرت هواي بسبب مرضها بالفيروس، فمرات أحكي شهودة وأحكي ماما أقولها لا إن شاء الله بخير، فلازم شوي واحد يكون قوي حتى لو كان أكو شخص يعني مريض، لازم واحد مهما يكون لازم يظل واقف، لأنه أكو أشياء الواحد يعني يعطيها النفس أكثر فيساعد الحواليه، إنه ساعدت ماما رغم هي ما ظلت متأثرة، بس شوية طاقة إيجابية تعطي روح للبيت أكثر. شهد لو إيش قد ما أحكي عنها ما راح أوصفها، صداقتي بشهد هي صداقة غير مشروطة، المعنى الحقيقي للسند، وصار لي سنين وياها ومجربتها بأكثر المواقف، فشهد فتشي غني عن التعريف. بيوم اللي عرفت بإصابتها فيروس كورونا، طبعا كنت متصلة بيها 10 دقائق أنا صافنا بالتليفون، وهي تقول لي هند أنا مصابة، واني يعني يقولها صدق تحكين، كلش انقهرت، كلش خفت، ووراها بكيت لأن هي كانت مناعتها ضعيفة، وياها بديت ألومها على بديت أصير عصبية من خوفي عليها. ومن ثم فترة الحجر ظليت أخلي مواعيد الأكل مالتي ويا مواعيد الأكل مالتها حتى أسوي لها واهس تاكل ونفتح فيديو كول واثنيننا ناكل سوية، وكل ما أخابرها أحاول أعلي من نفسيتها وأضحكها وأشاقة وياها، بس أنا بداخلي كنت كلش خايفة أسد المكالمة منها أروح أبكي وأدعي ربي إنه هي تتحسن بأقرب وقت. شهد صديقة الصدوقة والأخت العزيزة جدا وصاحبة وقفات ما تنسي، وهذا يعني شيء قليل بحقها أنه أقبله. بداية الأعراض كان عندي بلش صداع خفيف، حرارة خفيفة، يعني تقريبا هذه قبل يوم من ما أدخل المستشفى،
يعني كنت أقول ممكن تعب، ممكن منايمة، ما أعرف إيش دوام، لكن من ارتفعت حرارتي لا، يعني بديت أشك. اتصلت على الطبيب بالمستشفى ورحت سويت التحاليل. بالبداية طلع عندي لنفوبينيا، واحدة من أعراض الفيرال انفكشن، ما كانت أكو مسحة بيومها، أخذوا لي سيتي. بعدها ثاني يوم رحت وسويت المسحة، المسحة طلعت بوزيتيف أنه أنا مصابة. بدت الأعراض تزيد عندي، الكحة بدت تزيد، وصلت مرحلة ضيق النفس. كنت رافضة أدخل الحجر، يعني مو رافضة وإنما تمنيت أبقى أحجر روحي بالبيت، لكن الوقت اللي انصابيت به كان 21 أو 23/5، كان الحجر إجباري بالمستشفى. يعني الطبيب اتصل علي قال لي دكتورة أنت بوزيتيف، لازم تتوجهين للمستشفى، راح ندزج إسعاف تاخذك. قلت له دكتور أوكي، يعني انطيني مجال بس اليوم أحضر غراضي، باشر إن شاء الله أجيكم. لكن صارت تقريبا ساعة 11 ونص بالليل، تعبت كلش، واس بي او 2 نزل عندي، نسبه الاكسجين بالدم، فاضطريت انه اتصل على المستشفى ودزوا لي الاسعاف واخذوني ونقلوني للحجر. الحمد لله والشكر ما عديت اي شخص وياي، يعني سواء بالدوام الصبح او العياده الخاصه او اهلي، ما حد انصاب من عندي، فقط اختي الصغيره لانه هذه كانت كلش قريبه مني، يعني تنام يمي بالغرفه تاكل وياي، قربها الزايد مني هو اللي كان سبب اصابتها، لكن باقي اهلي والناس اللي حوالي الحمد لله يعني ما حدا انصاب. يعني بالنسبه لي صارت صدمه مشكله، حسيت نور بيتي، هذا النور يعني اسم الله على شد شلون نطفها، يعني ما اشوف شهد. قلت يومي ثلاث ايام وارجع، كل يوم تقول لي حجي اليوم، كل يوم يمر علي بسنه ما تغمض عيني، ما تغمض عيني وشهد ماكو. والله خاله للامانه 28 يوم بالنسبه لي هاي اتعس ايام حياتي، اتعس ايام حياتي، شهد ماكو بالبيت للامانه. يعني احكي يعني خابرتني اتصلت فيا قالت ماما انا جايه بالطريق، ما صدقت. قلت لها تشتاقين؟ قالت لا والله ماما جايه. انتظرتها واقفه بالباب، شفتها ردت روحي، النفس رجع لي، يعني روح ردت. أمانة الله يعني لا حسيت بي دهشي. هالدموع اللي شفناها غالية جدا، والحمد لله رجعت شهودة إلنا ولعائلتها. فعلا مرحلة صعبة اللي عاشتها شهد وأهلها وحبايبها وكل من عرف بخبر إصابتها، لأنه كانت طول الوقت تحاول إنه تمنح الأمل للمصابين، وإذ هي اللي تنصاب واضح مدى تعلق عائلتها بيها، لأن هي أخذت دور الأب بعد وفاته وصارت إلهم هي بداية المعيل وعمود البيت اللي يستندون عليه. لفت لنظري اللمعة بعيون شهد كل ما تذكر والدتها وفخرها بتربية والدتها إلها، ورسالتها كانت جميلة لكل الأمهات اللي يتحملون تربية بناتهم. واليوم هي بوظيفتها العسكرية قادرة إنها تجمع كل شيء تعلمته بوقت واحد، القوة من حبها لرياضتها والعلم من دراستها والثقة من أهلها، محبة لمسناها من كل شخص تحدث عنها من بداية الحلقة، وكلهم يشوفوها المرأة القوية والصبورة وتمثل الحياة. إن شاء الله تبقين بهذه العزيمة دائما يا شهد. ومن بعد كل هذه المراحل اللي عاشتها شهد ومحبة الناس إلها، صارت شهد تستحق أن تحمل لقب المرأة المثالية. لذلك كلفنا بكل محبة عائلتها المهنية حتى يقومون هم بتكريم ابنة العراق شهد الجواري نيابة عنه. خلينا نشوف شلون كان التكريم ونرجع نكمل. سيدي طبعا اليوم بالمناسبة احنا اليوم فخورين كمؤسسة عسكرية حقيقة أنه تم اختيار ملازم شهد حامد الجواري، وهي طبيبة أسنان ضمن مواردكم مديرية الأمور الطبية في وزارة الدفاع، اختاروها امرأة مثالية. حقيقة هذا فخر لنا كمؤسسة عسكرية عراقية، نمتلك حقيقة كوادر طبية وعسكرية، وحقيقة تم اختيارها لأنه هي كان عندها عمل إنساني، يعني كانت تعالج المصابين و تتابعهم بفيروس كورونا، وايضا بنفس الوقت هي انصابت بفيروس كورونا. هذا دليل، والان الحمد لله وشكر هي شافت ورجعت،
هذا دليل على أنه المؤسسة العسكرية حقيقة والجيش بصورة عامة عمل إنساني قبل أن يكون عسكري. إحنا نحييها، وأيضا كل شكر التقدير لمديرية الأمور الطبية وكل كوادر وزارة الدفاع وخاصة الكوادر الطبية. إحنا نعرف اليوم الجيش الأبيض اللي هم كوادر وزارة الصحة والممرضين والأطباء، حقيقة أيضا هم خط الدفاع الأول، وحقيقة أيضا انصابوا الكثير منهم وفقدوا حياتهم الكثير من الأطباء والممرضين. لهذا أيضا مرة ثانية احنا نحيي أختنا ملازم شهد حامد الجواري طبيبة الأسنان، المرأة المثالية. هذا عهدنا بالنساء العراقيات، النساء العراقيات دائما هي مفخرة للجميع. عندنا نماذج يعني حقيقة نفتخر أن تكون هي المرأة العراقية، الأم، الأخت، الزوجة، الإنسانة، الموظفة، المهندسة، الطبيبة، العاملة. فكل الشكر والتقدير لأختنا ملازم شهد، ونتمنى إن شاء الله كل الموفقية للجميع، وأن يحفظ العراق وشعب العراق. وأيضا حقيقة المؤسسة العسكرية العراقية الآن تنهض بشكل كبير بعد توجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة والسيد معالي وزير الدفاع، وبمتابعة أيضا من قبل السيد رئيس أركان الجيش لبناء مؤسسة عسكرية مهنية احترافية مهمتها حماية العراق وشعب العراق والدفاع عن العراق إن شاء الله. شكرا جزيلا سيدي. أنا أشكرك ملازم شهد ودكتورة شهد. نعم. دكتورة شهد حامد أحد ضباطنا المتميزين واللي رفعت راسنا وراس المؤسسة العسكرية والجيش الأبيض اللي يسموه إحنا، لا أنا أسميه الجيش العسكري. صح. لأن هو قاد معركتين، معركة عسكرية ومعركة طبية. فكانت من الأوائل وممثلي أطباء الأسنان أيضا الأوائل اللي بدأت بهاي المرحلة الصراع مع هذا الفيروس القبيح. وأنا أشكرها وأشكر أخوتها وزملائها اللي شاركوها بهاي المواقف، وأشكر عائلتها اللي أنجبتها ووصلتها هاي المرحلة. صح. لذلك فهي أختنا وبتنا وزميلتنا بهاي المعركة، والحمد لله والشكر بأنه تعبنا أنتج ملازم شهد. وهاي القلادة أنا أعتبرها هي قلادة المرأة المثالية لكل زميلاتها الطبيبات والعناصر الطبية من الطبابة العسكرية. فأشكرك أنا وأشكر والدتها، وأشكر نفسي أنا بأنه كانت عندي هاي البنية وموجودة، مو كانت عندي أيضا. وإن شاء الله أدعو من الله التوفيق نحو الأحسن والأحسن، وإن شاء الله المستقبل أمامك أنت، وأنت تكونين رمز الطبابة العسكرية ورمز الطبابة أيضا والصحة في محاربة الأمراض والأوبئة. الله يسلمك. يعني حقيقة احنا نشكر الوالدة ونقولها بارك الله بيك انه انجبتي هذه الانسانه البطله الشجاعه اللي كان عملها انساني قبل ان يكون عسكري. يعني خلت، يعني شوف احنا بالمؤسسه العسكريه ركز على الموضوع الانساني. اهم شيء هو عندك هو الموضوع الانساني، انه تعالج تساعد حتى بمعاركنا، معارك التحرير. تذكر سيدي من كنا بالموصل والانبار وصلاح الدين، كنا نركز على موضوع الانسان ونحافظ على الانسان وشلون نتعامل بإنسانية مع المواطنين. لهذا كسبنا ثقة المواطن. اليوم احنا حقيقة نيابة عن قناة الشرقية راح نقلدك قلادة المرأة المثالية، وحقيقة هذه القلادة هي تكريم ليس فقط لك لعملك الإنساني والشجاع، هو تكريم لكل النساء العاملات في المؤسسة العسكرية العراقية وخاصة مديرية الأمور الطبية، لكل زميلاتك الطبيبات والممرضات والعاملين. وحقيقة هذا فخر ومدعاة فخر للجميع. شكرنا وتقديرنا لك إن شاء الله، ونتمنى لك الموفقية بحياتك. نتمنى لك الموفقية إن شاء الله، وكل الموفقية لك إن شاء الله. ممنون. هذا علم العراقي اللي انت راح تحمليه على اكتافك، هذا ان شاء الله هو نعتبره المثل، لان انت حاملة العلم العراقي هذا اللي مثلنا اللي موجود بمعركتنا ميدانية. هدية بسيطة المقدمة.
شكرا لحضرتك وشكرا لسياده اللواء على هذا التكريم وعلى تقدير هذه الجهود. هذه القلاده اكيد مسؤوليه كبيره، وان شاء الله يا رب اكون قدها وتكون دافع حتى اتقدم نحو الامام واقدر اقدم خدمه اكثر للطبابه العسكريه. شكرا سيدي. الله يحفظك ويخليك، احنا نشكرك ونشكر عائلتك اللي انجبتك، ونشكر هاي الهدية اللي قدمونا إياها عائلتك إنا وللمؤسسة العسكرية. شكرا سيدي. الله يسلمك أستاذ، أنا أشكركم. الله يسلمكم. الله يديمكم وربي يحفظكم إن شاء الله. هي شهد بنتكم إن شاء الله، بنتكم هي. وأشكر قناة الشرقية على تكريم بنتي شهد، ممنونة منهم. شكرا سيدي. موفقين إن شاء الله. شكرا. ونحو الأعلى والأحسن إن شاء الله، ونشوفك دائما متميزة. ممنونة سيدي. شكرا. شكرا. لحظات أكيد ما راح تنسي من بال الكل، وخصوصاً أم شهد اللي تواجدت معها بلحظة التكريم. هذه هي تضحية الإنسان وكفاءته ومساندته للغير، والحس بالمسؤولية هو من أهم الأمور اللي لازم يخليها الإنسان ضمن أفكاره. وبعد كل اللي شفناه صار لازم أرحب بهذه الأمرأة الرائعة. أرحب بيك ويانا عبر الهاتف شهد الجواري. مساء الخير وألف مبروك عليك اللقب والجائزة. مساء النور والعافية عليك عزيزتي، الله يبارك فيك. شكرا. شكرا فيك. شهد، من أول البرنامج وإحنا نشوف مدى تأثرك بالوالد والعائلة أيضا، بس اليوم بهذا التكريم وبغياب الوالد الله يرحمه، شو تقولي له؟ نعم، أكيد كل كلمات الشكر تعجز عن تعبير عما في داخلي من امتنان الوالدي الله يرحمه، اللي رباني بطريقة مختلفة، يعني تحسين هيئني حتى أقدر أكمل وأنجز وأستمر حتى بعد فقدانه. وأكيد أتمنى من كل أب أن يكون سند وداعم لبنته، والتكريم الحقيقي هو الوالدي ووالدتي، بدونهم وبدون دعمهم ما كنت أقدر أقدم أو أخدم الناس بأبسط شيء. صحيح، الله يرحم والدك. أكيد أقول الله يرحم والدتك، أنه أتمنى يكون فخور بي وباللي سويته. أكيد أكيد هو فخور بيك وإحنا فخورين بيك، الله يحفظ لك والدتك. شكرا. كلمينا شهد عن الإصابة بفيروس كورونا، وخصوصا تعرفين اليوم لحد الآن أكو ناس تشكك بوجوده ومستهينين به وبخطورته، شلون كانت تجربتك؟ شاركينا. للأسف كانت تجربة صعبة ومؤذية، وأبدا ما أتمنى لأي شخص أن يمر بيها. وللأسف لسه أكو ناس تستهين بالمرض وما تصدق بوجوده. وعلى فكرة يعني هي الفكرة الأساسية من برنامج الجيش الأبيض كانت هي إظهار حقيقة المرض للناس. نعم. من خلال التواجد داخل غرف الحجر وتوضيح صورة المرض للناس وحقيقة وجود مرضى حقيقيين راقدين داخل المستشفى، منهم من تشافى ومنهم من الله يرحمه. صحيح. بالإضافة إلى تسليط الضوء على جهود الكوادر الصحية من الجيش الأبيض بالتصدي للوباء. لكن للأسف يعني لحد هذه اللحظة وأني بعد مرور شهرين على إصابتي ولسه ناس يسألون، يعني صدق هو أكو كورونا؟ أو أكو ناس لسه تقول هذه الأرقام اللي تظهر مو حقيقية، ما عندنا هالقد عدد إصابات. هو فعلا أقول الأرقام مو حقيقية، لكن مو حقيقية لأنها أكثر. نعم. أكثر بكثير من اللي دينباع، لأنه للأسف يعني كثير من الناس ما تقدر توصل وتسوي مسحات، فما يتسجلون ضمن الحالات المصابة. يعني أنا أعرف يعني ما يقارب أكثر من 20 عائلة، من دا أقول عائلة يعني كان فرد بكل عائلة أصيبوا، والحمد لله والشكر تشافوا، لكن ما مسجلين إنهم مصابين لأنه ما راحوا أخذوا مسحات. وهذا يدل على إنه الأعداد مهولة، الأعداد مو مثل ما تظهر. لكثرة الإصابات ما يصير أكو وقت للكل يروحون يسوون مسحات. نعم. يا ريت يعني هذه تكون رسالة لكل الناس اللي بتسمعنا وبتشوفنا، كورونا موجود. وللأسف هذا الأسبوع يعني يأسفني دا أسمع من الزملاء اللي موجودين بمراكز الحجر إنه السترين اللي إجا هسه يعني جيل الفيروس هذا يعني دا يطور روحه، دا يصير مفتك ومؤذي أكثر.
يعني حالات الوفيات بتزيد لأنه الفيروس قوى نفسه. فيا ريت إن شاء الله نلتزم بالوقاية، والله يكفي شر المرض بالجميع يا رب. أكيد الله يحفظ الجميع. شهد، أثناء إصابتك بفيروس كورونا شنو كنت تقولين لنفسك؟ يعني شنو أكثر الأمور اللي كنت تفكرين بها بهالفترة؟ نعم، أول أيام كان كل تفكيري، كل شيء شاغلني إنه والدتي وخواتي. يعني تعرفين إنه أنا كنت بالبيت قبل ما أعرف بإصابتي، فكلش كان وارد إصابتهم إنه ممكن راح أعديهم. فأني بالرغم من إنه حالتي الصحية تعبانة وكنت بالعناية، لكن شغلي شاغل، يعني تفكيري ما راح من إنه أكون ممكن سبب بأذية والدتي أو خواتي. يعني شعوري بأنه ممكن أحد يتأذى بسببي شعور كلش مؤذي. لكن الحمد لله والشكر يعني والدتي ما انعدت من عندي، لأنه كنا ماخذين الحذر بذيك الفترة إنه ما أختلط بهم بالبيت، أكلي وحدي، أول ما أدخل أعقم نفسي. لكن أختي الصغيرة يعني لقربها الزايد مني وتعلقها بي، يعني ما قدرت أمنعها منع تام عني بذيك الفترة، للأسف انعدت. لكن الحمد لله والشكر يعني هي دخلت وياي للحجر، دخلت بعدي بأسبوع وطلعت بعد أسبوعين. الحمد لله شكر تشافت. هو خوفي عليهم يعني كان أكبر من خوفي من إصابتي. إيه طبعا أكيد واحد خوف على أهل بيش الفترة. حقك شهد، نعرف كسا نعرف الكورونا شوية ونعرف. نعم. أنت تحبين التايكواندو والألعاب هاي، فنعرف شهد قلة البنات اللي يحبون هاي الألعاب القتالية أو التمارين. نعم. الدفاع عن النفس بصورة عامة. نعم. هل اليوم برأيك ضروري البنات يتعلمون الفنون القتالية أو الدفاع عن النفس؟ نعم، بالبداية أنا مو فقط أحب هذه اللعبة ومو فقط هاوية، أنا لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو. ما شاء الله. طبعا أكيد يعني ضروري جدا كل بنت تكون عندها القدرة على الدفاع عن نفسها. يعني هي مو بالضرورة تتعلم الفنون القتالية حتى تكون هجومية أو حتى تتعدى على أحد، أكيد لا، مو هذه الفكرة الأساسية، ولا فقط لغرض المشاركة بالبطولات، لكن ممكن تكون حماية نفسها، خصوصاً بظل هيك ظروف بنعيشها. كل بنت معرضة أن يصادفها موقف تحتاج بيه تكون قادرة عن دفاع عن نفسها. صحيح. أتمنى من كل العوائل أنه تسمح بزج بناتها بيك مجال، أولاً لغرض حمايتها، ثانياً لتنمية مواهبها. ممكن تكون عندها موهبة ولسه ما مكتشفيها لأنها ما محاطة بأجواء مناسبة. صحيح. المهم أنه ما أمنعها وأشجعها حتى تكتمل شخصيتها وتتعزز ثقتها بنفسها. على فكرة يعني الرياضة بحد ذاتها تثقل الشخصية، وخصوصا الفنون القتالية يعني نعتبرها مصدر لتعزيز الثقة بالنفس مو فقط للبنت. يعني واحدة من العلاجات النفسية اللي يتبعوها كثير من الأطباء النفسيين، وخصوصا هي الأطفال. يعني الأطفال اللي عندهم مشاكل بعض شخصيتهم وبعض النقاط، ممكن يكون عنده خوف أو تردد من الاختلاط بالمجتمع، فيتبعون هيك أسلوب ينصحون الأهل بزج الأطفال بالرياضة، وخصوصا فنون الدفاع عن النفس راح تخليه يعني تزيد ثقته بنفسه، راح تتعزز هذه روح الثقة إنه أنا ما حد يقدر يأذيني، ما حد يقدر يزعجني، قادر على إنه أدافع عن نفسي. فأكيد ضروري جدا إنه نزج الأطفال بعمر مبكر برياضة فنون دفاع عن النفس مو فقط البنات. صحيح، بنات والشباب. فإذا أنت تشجعين الكل على هذه الفنون القتالية وأي نوع من انواع الرياضه، ايضا نشوفك تلعبين رياضه كثير. اكيد مو بالضروره فنون قتاليه، يعني نعم. هي اي رياضه بمجرد دخول الرياضه في نمط الحياه، صدقي راح تشوفين الانسان يتغير 180 درجه بالفعل. يتغير نفسيا وجسديا، حتى شخصيته تحسيها تنتقل بطريقه صحيحه. صحيح. اكيد اشجع على ممارسه الرياضه لجميع الفئات العمريه. حلو شهد، كلام جميل. شهد، اليوم كرمتي بلقب أو حصلت على لقب المرأة المثالية، شلون كان شعورك وأنت تبلغين بحصولك الميدالية أو اللقب إن صح التعبير؟ نعم، طبعاً هي والدتي اللي بلغتني بالتكريم، وبوقتها كنت بالمستشفى ويعني تعرفين تلفزيون ماكو، فتقريباً يعني وراء 6-7 ساعات اتصلت بي والدتي وبلغتني بالتكريم. يعني بالبداية تفاجئت لأنه أنا شايفة الحلقات السابقة من البرنامج وتكريم النساء المثاليات، مثلاً الممرضة اللي كانت تتواصل عملها وتروح بالدراجة من بيتها للمستشفى، وأم الشهيد المناضلة وغيرهم وغيرهم من النساء المثاليات اللي كانوا فعلاً رمز العطاء والتفاني. لكن ما حسيت أنا سويت شيء خليني أكون مثالية، إنما فقط هو عملي واجبي.
لكن أكيد يعني شكراً لتثمين الجهود ومبادرة تحسينية للنساء على تقديم الأفضل بجميع المجالات. أكيد لا استحقيتي هذا اللقب وبجدارة أيضاً، يعني هذا واجب وحقك. شكراً حبيبتي. وأخيراً شنو تحبين تقولين لكل كانوا وياك ورافقوك وكرموك بهذه المسيرة الجميلة؟ نعم أكيد أتقدم بالشكر لكل من كان داعم وساند خلال فترة إصابتي وبعدها، ابتداء بدولة رئيس الوزراء واهتمامه واتصاله بالاطمئنان على صحتي، طبعا أكيد وزير الصحة وزير الداخلية وكثير كثير من الناس، نقابة أطباء الأسنان، وأكيد شكر المركز الشفاء اللي أنا كنت فيه والقائمين عليه من مدير ورئيس الأطباء وكل طبيب كان مشرف على حالتي. يعني أمانة كانوا متفانين بعملهم مو فقط وياي، يعني شوف عيني أنا 28 يوم بالمركز كانوا جدا مخلصين ومتفانين ويا جميع المرضى. كثير من المواقف صارت قدامي يعني أنحني لهم احتراما شكرا لجهودهم. أكيد الشكر موصول للأستاذ سعد البزاز وللشرقية والحضرتك. هذا واجب شهد. شكرا شهد، شكرا أنك هواي نورتينا. أحب أتمنى لك الموفقية والنجاح الدائم، وإن شاء الله دائما تستمرين بتقديم الأعمال الإنسانية والتوعوية، والله يحفظك ويحفظ الأهل. شكرا، يحفظ الجميع يا رب ويكفينا شر المرض، ويا رب تنزاحها بالغمة بأقرب وقت ممكن. الصحة والسلامة للجميع، ونتمنى من الجميع الالتزام بإجراءات الوقاية حتى نتخلص منه بأقرب وقت ممكن. شكرا. شكرا لك. شكرا شهد. هذه هي الشجاعة والثقة، هذه هي المرأة العراقية، هذه هي بنت الأصيلة والوفية لأهلها وناسها. نلت اللقب بجدارة وخليت اسمك محفور بقلوب كل العراقيين، وأرجع وأقول ألف مبروك يا شهد اللقب. كل أم عراقية هي مرأة مثالية، كل من تعمل من أجل أرضها وشعبها هي مرأة مثالية، وكل من ضحت من أجل غيرها هي مرأة مثالية. ولو نقول منا لآخر العمر ما رح نوفي السيدة العراقية حقها. أشوفكم على خير.